السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم بيتزا بالبطاطا، كتجي رائعة ولذيذة بزاف بزاف، غادي يعشقوها كبار وصغار. صدقوني في هاد سيدنا رمضان كتجي زوينة، وتقدروا تحضروها في الفطور، كتجي زوينة 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 بزاف بزاف. دابا الآن كنجيبوا واحد الكمية البطاطا وكنقيوها، البطاطا تكون خضرة، وكنجيبوا واحد الإناء كما كتشوفوا، والحكاكه تكون شويه ماضيه، يعني في هاد العيون هادو كما كتشوفوا، هادو فيها ان شاء الله بحول الله غادي نحكو البطاطا باش كتجي على داك الشكل خويطات. دابا الان غادي نبداو نحكو البطاطا ديالنا بهذه الطريقه. دابا نحكوها كامله في هاد البلاصه، في هاد الاتجاه هذا، تحاولوا على يديكم، صدقوني بانها كتجي رائعه بزاف بزاف. خصكم تجربوا هاد الطريقه ديال البطاطا، ديروها هكا، شوفوا كي كتجي على هاد الشكل هكا، كتجي خويطات شويه رقاق، ان هاد العيون شويه كبار، نتوما غتحكم في الاتجاه هذا ديال هاد العيون، هادو اللي شويه كبار ماشي في الرقيقه. وملي تحكوها هكا كامله، انا غادي تقريبا كل البطاطا كامله غادي ندوزها في هاد العيون هادو. ملي كتحكوها هكا كامله حتى كتساليو، دابا الان ملي كنساليو ونحكو البطاطا كامله في الاتجاه هذا، كنحاولو هاد البطاطا كامله اللي حكيناها نعصروها من ديك الماء ديالها باش تجينا ناشفه. هانتوما لان ملي كتحكيها راه كتكون شويه ديال الماء فيها، حنا كنحاولوا نشفوها من داك الماء، كنديروها في واحد الصفايه ولا شي شبكه، وتصفي داك الماء ديالها كامله بحال هاد الطريقه هكا كما كتشوفوا. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نديروا فيها التوابل، غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، ونزيدوا شويه ديال الابزار. نتوما غادي ديروا توابل على حساب القياس ديال البطاطا اللي راكم دايرين، وغادي نديروا شويه ديال الفلفل الحمراء، ضفنا شويه ديال الملحه والابزار والفلفل الاحمر. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نضيفوا 4 ديال المعالق ديال الدقيق، وغادي نضيفوا شويه ديال الفرماج يكون محكوك، ضروري داك الفرماج محكوك كيجيبها زوين، اللي ما عندوش فرماج محكوك يضيف لها فرماج ديال كيري داك مثلث او مربع، انا ضفت لها تقريبا واحد 4 المعلقات ديال الفرماج عندي محكوك. غادي نضيف دابا الان ان شاء الله بحول الله واحد 4 ديال المعلقات ديال الدقيق، يكونوا شويه كبار بحال المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، نزيدو الرابعه. دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نخلطوا هاد المكونات باش غادي نجمعوا هادشي بواحد 4 ديال البيضات، عندي هنا واحد 4 ديال البيضات هما اللي غادي نجمع بيهم هاد المكونات. هنا واحد 4 ديال البيضات كنضربوهم، نضربو البيض كما كنشوفو بهاد الطريقه، دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نفرغوا داك البيض بهذه الطريقه، ونبداو نحركو مزيان حتى تنسجم لنا ديك البطاطا مع الدقيق والتوابل، ونزيدو نضيفو واحد شويه ديال لاصوص لانشيغيا، نتوما الا عندكم شويه الهريسه ضيفوا الهريسه باش كتجيبها بنينه الحريره. دابا الان ملي كنفرغوا البيض كنحاولوا نحركوها مزيان مزيان باش ما يبقى لناش الكتل ديال الدقيق مع البطاطا، كتجيبوا واحد الفوي او فورشيط باش تحرك، ما تبقاش الكتل ديال العطريه ولا ديال الدقيق، يعني كتحركوها مزيان مزيان تتحسوا بها بانها تخلطات، وملي تحسوا بها تخلطات دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نحطوها في جانب ما كملهاش حتى ثانيه، وغنجيبوا المقله.
دابا الان ان شاء الله بحول الله غادي نضيفوا شويه ديال الزيت في المقله، اما الدهنيه واما نضيفي واحد 8 معلقه باش تكون، بشرط المقله ما تكونش تلصق. المهم ملي كديريها على النار حتى تسخن مزيان مزيان ديك الزويته، ملي كتحسي بان المقله سخنات كتبداي تفرغي فيها غير القياس اللي بغيتي هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه، كتحاولي تسرحيها فوق المقله بهذه الطريقه هكا بالمغرف او بشي معلقه، تسرحيها مزيان مزيان ما تجيكمش غليظه وما تجيش رقيقه كما كتشوفوا، وتخليوها طيب حتى تحسوا بها بانها تقلات من التحت. يعني كعادي دابا غادي نخليها طيب ونغطيها، ملي كنغطيها هكا نخليها طيب لان غادي يطيب لها الوجه الاخر كما كتشوفوا. دابا الان ملي كتحسي بها بانها طابت كتميلي واحد الجنيب، ملي كتحسي بها طابت كتحاولي انك باش تقلبيها على الوجه الاخر كما كتشوفوا هكا، باش كيطيب عاوتاني هذا الوجه اللي قلبناه عليها. وغادي نجيبوا شويه ديال الفرماج، كنضيفوا لها الفرماج في الوجه ديالها من الفوق. ملي تتبداي تحسي بها بانها طابت من التحت صافي كتضيفي لها هذا الفرماج من الفوق ديالها وتخليها غير واحد ثانيه ما كاملاش على ما كتحسي بفرماج. دابا الان راها وجدات اصبحت جاهزه كما كتشوفوا، وديك الكميه ديال البطاطا اللي درنا عطاتنا جويجات درناهم، ها هي الاولى اصبحت جاهزه كما كتشوفوا، كتجي رائعه بزاف بزاف وكتصلح في هذا رمضان كتفك يعني وكتجي لذيذه ما شاء الله ما نقول لكمش كي دايره. كنتمنى تجربوها كتجي رائعه هانتوما كما كتشوفوا، ومع الفرماج كيعطي واحد اللذه، وشوفوا كي طايبه من التحت وطايبه من الفوق، غير يعني بانكم ملي كتكونوا كطيبوها كتكونوا ناقصين شويه البوطه بالمهل باش كطيب داك البطاطا، لان كنديروها خضراء ماشي كنسلقوها او كنديروها، يعني كتقلى هي الطياب ديالها هي انك كطيبيها على البوطه في المهل، كتجي زوينه بزاف بزاف وكنتمنى انكم تجربوها، راها كتجي رائعه وغيعشقوها لكم الكبار والصغار وتوليو مدمنين عليها. انا عارفه بانكم غتوليو مدمنين عليها، كثر الوليدات يبقاو كل مره يقولوا لكم ديروها، انا وليدي الصغير كل ساعه يقول لي ديري لي البيتزا بالبطاطا، هذه هي البطاطا اللي كياكلها لي الوليد ديالي يعني في البيتزا، ما هكا طايبه ما كيبغيهاليش سبحان الله. وهذه دابا هي صبحت جاهزه الثانيه، كيجيو رائعين. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ديالي، كنتمنى يعجبكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد، ورمضان مبارك بالصحيحه والسلامه، وباش ما كتمنوا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.